تحية لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بحلقة جديدة من برنامج كاميرا اللاذقية. بهذه الحلقة رح نكون مع زملائنا اللي موجودين اليوم بأنحاء المحافظة وتحديدا من ريف اللاذقية الشمالي لحتى يكون بعدة مواد رصدوا لنا اياها. بدي رحب بداية بزملائي اللي رح يكونوا موجودين معي بهذه الحلقة، زينة ياسين وايضا هوام زريقة وعلا احمد. رح ننتقل مباشرة لعند زميلتنا زينة ياسين الموجودة بقرية القرعانية، وكانت مباشرة مع العمال اللي عم يشتغلوا بمشروع بهمة كبيرة و سرعة عالية لإنجازه كونه على طريق حيوي، طريق كسب البسيط. تفاصيل أكثر عن هيدا المشروع وأيضا العمال منتابع معك زينة، يسعد أوقاتك. نعم يسعد أوقاتكم لجميع الزملاء الموجودين بقناة أوغريت، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. نحن اليوم موجودين بالريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، استوقفتنا منطقة فيها اليوم شيء من له علاقة بإعادة الإعمار. اليوم في نشاط وحيوية وحركة كتير جميلة من مهندسين وكوادر عديدة وعمال، حبينا نلقي ضوء عليهم ونسلم عليهم ونقول لهم يعطيهم ألف عاطفية. رح يكون معنا المهندس معين غدير، بدنا نقول له أهلا وسهلا فيك. يا هلا، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك عبر قناة أوغريت، حابين نسلم عليكم ونعرف طبيعة شغلكم اليوم هون. نحن من مؤسسة الإسكان العسكرية، جهة المنفذة لمشروع معالجة الانزلاقات القرعانية. العمل جاري بعناصرنا بكوادر الإسكان العسكرية، شغالين على مدار الساعة وعلى مدار أيام الأسبوع كاملة. قديش عدد العمال اليوم الموجودين معك أستاذ؟ في تقريبا شي 30 أو شي 30 عامل تقريبا. نحن هون بالمشروع بين ورشات البيتون ورشات الحديد الموجودة، بالإضافة إلى عمل النقل، قلابات وأعمال الترحيل وأعمال الحفر. هلأ اليوم في كوادر هندسية إضافة لكوادر ويد عاملة، قديش اليوم يعني طبيعة الشغل نوعا ما صعبة سواء كانت بالصيف أو بالشتاء؟ طبعا الظروف، يعطيكم ألف عافية. يعني ظروف العمل كتير صعبة، ونحن هذا العمل يعني مطلوب مننا بالسرعة القصوى، لأنه هاي طريق مركزية أساسية، طريق كسب البسيط. فإن شاء الله يعني ظروف العمل كتير صعبة كونه نحن محصورين بالوقت قبل موسم الشتاء، فإن شاء الله نلحق نخلص قبل موسم الأمطار، يعني قبل 15-11 إن شاء الله نكون نهاية المشروع. قديش كم مدة زمنية عم ياخذ معكم من أيمت بلشتوا؟ نحن زمن المشروع هو سنة كاملة، بداية من 1/12/2020. ان شاء الله نهايه العمل هو ب 1/12/2021، ان شاء الله نحن بنكون خالصين كامل الاعمال. هلا ظروف البيئه هي يمكن اللي نزعت هاي المنطقه او هذا الطريق، شو اللي صار؟ نتيجه الانزلاقات اللي صارت هون، نتيجه الامطار اللي صارت بعام 2019، الامطار الغزيره، انسداد عبارات صندوقيه، عبارات قصليه كانت موجوده تحت الطريق انسدادها، بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة، فأدت لانزلاق التربة. هون التربة كثير نوعيتها من نوعية المنزلقة. إذن له علاقة اليوم طبيعة المناخ وطبيعة التربة الموجودة بالمنطقة. طبعا. يعطيكم ألف عافية يا رب. يعافيكم يا رب. أهلا وسهلا فيك. كمان بس اسمحوا لي أقول يعطيهم العافية لأحد الشباب. مرحبا. أهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. تعرفني على حضرتك. أنا العامل أحمد السفار، مجموعة جبلية. بس هو المفروض هلا مشان ضروره العمل ومشروع بيطلب عمال زياده يعني. تمام، اهلا وسهلا فيك. قديش اليوم طبيعه شغلكم حساسه وبدها دقه وفيها صعب ومجهود عضلي؟ والله هي فيها مجهود عضلي، بس بدنا نشتغل اجباري لانه الدنيا جايه على شتوي والعمل لازم يتنفذ باقصى سرعه ممكنه يعني. واليوم قديش يعني انتم بحاجه لفريق، يعني مو كون شخص لحاله، لا روح الفريق. نحن كثيرين متقسمين على مجموعتين، حدادين ونجارين ومندام ورديتين، يعني من الصبح للساعة 3 عالم ومن 3 لورا بمجموعة ثانية بتكفي الشغل، لأنه يعني الشغل بيطلب مجموعة كبيرة لأنه الدنيا جاية على الشتوية بتعرفي أنت، عشان الطريق ضروري كثير هون يعني الشغل. الله يقويك يا رب، يعطيكم ألف عافية. خليك يا رب، الله يطول عمرك يا رب، الله يخليك يا رب. أهلا وسهلا فيكم. بنهاية حديثي بدي أقول يعطيهم العافية، كل الشكر من القلب عن جد لكل الأشخاص الموجودين اليوم ضمن هذا المشروع بمنطقة القرعانية التابعة للريف الشمالي لمحافظة اللاذقية. كل الشكر لكل الكوادر يلي عم تساهم بنجاح هذا المشروع، والعودة لكم زملائنا بقناة أوغريت.
نعم شكرا لك زينة أكيد، وكل التحية للعمال اللي عم يشتغلوا بسرعة قصوى وهمة كبيرة لإنجاز هيدا المشروع قبل بدء موسم الأمطار. نبقى مع ريف اللاذقية الشمالي وتحديدا من قرية كرسانة مع زميلنا همام زريقة اللي موجود بأحد الأراضي الزراعية ليرصد لنا موسم الزيتون وأيضا الأجواء الموجودة أثناء قطاف الزيتون. معك همام نحكي أكثر عن الموسم أيضا عن هيدي الأجواء الحلوة اللي عم بتكون موجودة. تفضل همام يسعد أوقاتك. شكرا جزيلا لكم زملائي في الاستديو، تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم. طبعا نحن توجهنا إلى أحد البساتين في ريف اللاذقية الشمالي لنرصد لكم واقع قطاف الزيتون لهذا الموسم، كما نشاهد بكاميرا زميلي يوسف صقر عمليات العمل على قطاف الزيتون. بعد الحصول على الزيتون من الشجرة نقوم بعملية تجميعه ومن ثم يصار إلى وضعه في شوالات كما نقول في اللهجة العامية قبل أن نصل إلى مرحلة الوصول إلى المعاصر. طبعا بدي التقي مع صاحب الملك صاحب الرزق هنا، يعطيك ألف عافية عم تعرفني بحضرتك. هذا وائل ديوب مزارع من محافظة اللاذقية. أهلا وسهلا فيك أخي الكريم. خليني أحكي شوي عن الموسم السنة كيف كان؟ والله بالنسبة للموسم كان ضعيف جدا باعتبار الخدمات كان ضعيفة وأبطار ما فيه، وبتعرف أنت فلاحة ما فلحنا، السماد ما سمدنا، حطينا شوية زبل عربي بس ما كافي هذا. نتمنى أنه يعني مو مثل ما كنا نعمل أيام زمان. أكيد لا أكيد لا، أيام زمان كان في مي، كان في خير، كان في مازوت، كان في سماد، كان في كل شيء. هلا هو الخير دوما موجود أنه حضرتك موجود بس أكيد الحمد لله، يعني نوعا ما بإمكانك نشوفه هون يعني شوي، بس كمان الموسم السنة هلا ضعيف يعني بنتمنى يكون احسن من هيك. هلا خليني احكي انا وياك على الصوره اللي عم نشوفها. هلا انا ما عندي كثير خبره بالزيتون مثلك، بس يبدو انك انت داير بالك قدر الامكان على بستان. نحن هلا بالنسبه لهذا الموسم سقينا مرتين من الدولي وحطينا له شويه زبل عربي، يعني الحمد لله مشي، بس المفروض يكون الحب اكبر من هيك واوضح من هيك. يعني النهايه مثلا بتشيل لها هلا 20 كيلو، لو انه مخدومي اكثر بتشيل 50 كيلو على البركه. شو نوع هذا الزيتون؟ هذا خضيري. خضيري هذا بياخذوه للمرصوص ولا هذا بس هذا أصل؟ هذا الاصل للمرصوص بس ما بهالوضع هذا. انت اخذت منه مخدوم؟ لا لسه ما اخذنا نحن، ما بينشال يعني ما بين بالرص. ما بالرص هلا اخذوا مات هذا كله على العصير. في شجر في حب احصان بالرص منه. بالنسبه لهي الزيتوني بالذات لا، هي ضعيف حبه بس في شجر احصان. هلا كل اللي عم يشتغلوا هون يمكن اولادك ولاد ايه ورفاقين هذول. هلا انا كثير هيدا المنظر لفتني، يعني هلا يمكن ما بعرف اذا بتوافقني الراي. تفضل. في قليل من الناس بعد عم تنزل على بستانا وتشتغل، انت من الناس اللي عم تنزل على بستانا. نحن منزل على بستانا ونشتغل بايدنا ونسقي بايدنا ونفلح ونركش بايدنا ونزبل بايدنا، حتى الزبل يعني منجيبه من عندنا كمان ما بنستخدم، بس شوي العالم هلا صارت ما تحط مع إيجيرين وتمبرلو صح. هلا صح. كله صار عم يعني عم يجيب حدا تاني يشتغل بأرضه. شو مساوئ هيدا على الشجرة كونه حضرتك مزارع؟ بكسروا الأفرع، بضعفوا الموسم للسنة الجاي. يعني وقت بتكسر هاي فرعاتها السنة الجاي ما في فرع يتمم موسمه، بده ضم محافظ على هيكله، على أولادنا بيديروا بالين كذا بيحافظوا على رزقنا، انما الغريب او العامل ما فرق معه، المهم يرفض الزيتون ويضل ماشي. هذا بيعود بياثر على السنه الجايه على الحمله صح. وانت موجود فوق راسهم يعني شفناك على طول. تماما انا بتواجد معي. هلا بعدهم شباب يمكن ما بيعرفوا تماما كيف لازم يتم الشغل. انه شوي بدك تعلمين، يعني بدك تدربين كيف بيتعاملوا مع الزيتون، كيف بيتعاملوا مع الخاط، كيف بدهم تعرف انت. والله انا بدي اروح لعندن شوي هلا، بدي اسالهم اي ساعه فايقين الصبح، بس هربوا كلياتين ما بدي. خليني ارجع لعند البي. تعال خلاص غير رايي. تعال عرفني بحالك اول شيء، انت الشجاع الوحيد بيناتهم. أنا سليمان محمد وراهي. أهلا وسهلا فيك حبيبي. أي ساعة فاي؟ ستة. ستة الصباح؟ جاي لهون ستة؟ لا جاي لهون بثمانية. شو سويت من ستة لثمانية لك؟ ستة لثمانية رحت لعند رحت عندي حكيتي وكذا، بعدين طلعنا مع أبو بلا. حلو، أنت رفيق للشباب. كيف الشغل؟ منيح. ما صعب؟ بيناتنا لا العادي. لك يا رجل شو الشغل؟ الشمس شوي
حاطط انت اخذ احتياطاتك. انتوا كل يوم عم تجوا هون الساعه 8؟ اه. لاي ساعه تقريبا عم تضلوا بالشغل؟ ما نضل للمساء. للمساء اي ساعه؟ يعني الساعه 5 6. هلا انتوا هون موجودين كل شوي بتاخذوا لكم استراحه بتسلوا مع بعض. الله يقويك يا رب. خلاص يعطيك الف عافيه حبيبي. طبعا يعني مثل ما تابعنا مشاهدينا الاكارم، ما الشباب السوري عم يساعدوا اصدقائهم، عم يساعدوا رفقاتهم ببساتين بعض، مثل ما اليوم ساعد رفقاته، بكره رفقاته راح يروحوا يساعدوه ببستان اهله. يعني هذه هي الحاله الاجتماعيه اللي عم نعيشها هون بسوريا بالبساتين بالموسم. صح ما فينا نذكر كلمه غير صحيحه عن الموسم، هو ضعيف جدا مثل ما قال الاخ المزارع، لكن دوما الامل بغد مشرق يبقى كبير وكبير جدا. بالتاكيد دوام الحال من المحال، ونطمح دوما لان تكون الامور افضل حتى تنعكس ايجابا على هذه الاشجار التي هي تاريخ سوريا وتراث سوريا. هذه كانت الصوت والصوره من هنا من احدى البساتين في ريف اللاذقيه الشمالي، والان عوده لكم زملائي. نعم شكرا لك. هو اكيد هي حاله اجتماعيه كثير حلوه بتجمع افراد العائله بهيدا الموسم، وان شاء الله يا رب يكون موسم خير ورزق على الجميع. ننتقل هلا من موسم الزيتون وقطاف الزيتون الى قطاف التفاح، وتحديدا من قريه عرامو. زميلتنا علا احمد موجوده هنيك طبعا باحد البساتين، رح نتعرف معها على الاجواء ايضا على الموسم، كيفيه العنايه بهيدي الشجره. تفضلي علا، يسعد اوقاتك. أكيد كل الشكر لزملائنا باستديو قناة أوغريت، وشكر لكادر برنامج كاميرا اللاذقية. نحن هلأ نحن هون بطبيعة ساحرة، يمكن شايفين الصورة بكاميرا زميلنا بشار جبور، بس أكيد ريحة التفاح ما واصلة لعندكم. هلأ رح نحاول نحطكم بالأجواء جني محصول التفاح. طبعا المنطقة هون منطقة عرامو مشهورة بالتفاح، بالإضافة للجوز والتين والعديد من المحاصيل الزراعية. ولكن مثل ما عرفنا، مثل ما بنعرف أن المحصول الرئيسي اللي بيعتمدوا عليه بالزراعة هون هو محصول التفاح. لحتى نتعرف أكثر على الاهتمام، قدي بده عناية هيدا المحصول وهيدي الثمرة، وقدي بيتعبوا بجني المحصول، رح نتعرف على أحد مزارعين التفاح بالمنطقة. خلونا نتعرف عليه مع بعض. يعطيك ألف عافية. يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. عم نشوفك هون عم تشرف على جني المحصول، تحكي لنا عن التفاح وعن ثمرة التفاح، زراعته، يمكن الصعوبات اللي بتعانوا فيها بالزراعة. هلا نحن سجل التفاح من يعني اعتمادنا الرئيسي عليها. هاي نحن هون بمنطقة مرتفعة عن سطح البحر تقريبا 1000 متر عن سطح البحر، والتفاح هاي من أطيب التفاح بالجمهورية العربية السورية بسبب ارتفاع عن سطح البحر وصلابة، يعني التفاح صلبي جدا هون لأنه بعلي، نحن ما لنا مروية. نحكي قد ايه بدها عناية الشجر؟ بدها عناية كثير، إذا كان الطقس عندنا بالربيع يعني رطب والله في معاناة كبيرة كثير. يمكن السنة الماضية ما كثير صار مطر، يمكن عانيتوا شوي، وحتى يمكن ما كثير صار برد، يمكن بيأثر عليه معاه. نحن يا أنسي بده يكون برد كثير، يعني لازم شجر التفاح يكون بده من 700 ل 800 ساعة برد تحت الصفر درجة حرارة تيصير محصول إنتاج كويس. تمام. هاي بالنسبة للتفاح. لأنه زراعة التفاح هي بعد كم سنة بتأثمر الشجرة يمكن، وعن أنواع التفاح اللي عندكم هون. هلا نحن الشجر عندنا بعلي بده يعني من 8 ل 10 سنة تبلش تعطي هاي. بدها أسمدة، نحن هي نفتقر لها تماما. تماما. ما يجينا هذه. وظروف بتعرف وضع البلد كيف صار، هكي اسمده ما يقدر نحصل عليها والله، وما زلت ما نجينا ما زلت نهائيا. بس احنا كمان عم نشوف يمكن البرد مأثر عليهم، يمكن للتفاح هيك ما صار مطر او ما في والله مطر قليل هون. نحن يعني بساتينا كلها بعلي ما لنا مرويه بالمره. طب تحكي لنا عن جني المحصول. هلا عم نشوف ما شاء الله العمال عم يشتغلوا، الله يعطيهم العافيه ويعطيك العافيه انت. الله يطول عمرك. احنا تاخرنا السنه بالموسم، بالعاده نحن كنا نوعد بالجمعيه والسوريه للتجاره بالشهر الثامن باول الثامن. هلا نحن تقريبا صرنا ب 15/10 ما اجتنا، يعني هلا صار لنا شيء 10 ايام عم ياخذوا، بس النسبه قليله جدا ما يجي نهائيا. هلا انتم هون عم بتقطفوا التفاح وبعدين بتعبوه مثل ما انا عم شوف بي. نحن بنعبي هون لانه تاخروا، هن نحن حجزنا بالبرادات، عم نحط بالبرادات مشان ترجعوا توزعوها بال اذا كان ان شاء الله بيكون الاسعار كويسه. هلا السعر ما بيسوى. طيب نحكي عن عمليه جني المحصول، يعني احنا عم نشوفهم عم يشتغلوا وعم بيقطفوا من على الشجر وبعدين هلا بننقله بنضبطه وبنحطه بالبرا. يمكن بتوزعوا له اصناف او لا، ما هم اصناف او هيك شيء؟ لا يعني هون ضمن الضيعه، يعني قبل بنحط عندنا براد، نحن مستاجرين براد، بالبراد بنضبطه
الاول الاول والثاني الثاني وتالي تالي. تمام، في نخب يمكن واصناف للتفاح. حتى المضروبه بنشيلها براته مشان ما تخرب بالبرا. طب تحكي لنا عن علاقتك مع الارض، يعني طالما انت عندك التفاح علاقتك مع الارض. والله انا يعني خلقت بيت مزارع، عرفتي كيف؟ من طفولتي نحن ما خلقت عندنا تفاح. كم سنه انت بدك تزرع تفاح؟ هلا نحن من ايام الوالد الله يرحمه، الوالد يعني هو كان زارع لنا وضلينا نحن يعني تابعنا ورا منه. تمام، بس تفاح بتزرعوا؟ هلا الاعتماد الرئيسي التفاح، في عندنا كرز بس صار عم يبس لانه ما مصر برد كثير. تمام اه، وفي عنب يعني لحاجه، ما انه لحتى واحد يبيع او دنيا هيك، بس للبيت. تمام، يعطيك الف عافيه. بس بدنا نشوف حدا اذا فينا ناخذ منه اللقاء. الله يعطيهم العافيه، طبعا عم يشتغلوا عافية. ما عم نشوف حدا من العمال خارج ناخذ منه لقاء. مالي يلا انا بشوفهم. يعطيك العافيه. يعطيك الف عافيه. كيف الشغل؟ والله الشغل الحمد لله تمام. بس في صعوبات يمكن مثل ما حكى السيد فواز، بتعرفي يعني في صعوبات عم نعاني منها هون بجني المحاصيل، ومثلا اجور النقل شوي من شان الكاميرا من بعد اذنك. فضل اجور النقل مثلا عالي كثير، يعني مثلا اجور فلاحه الارض، الاسمده ما متوفر يمكن نتيجه الظروف اللي بتمر فيها البلاد. عم نحكي عن ذكرياتك مع جني المحصول، هي الذكريات الحلوه اللي بنضلنا الفئه بكير، يمكن الصعوبه شوي بالفئه والذكريات شوي للفئه. يعني نحن كنا نفيق قبل اكثر من هلا، بس بتعرفي هلا العالم يعني تطورت شوي، هيك تعودت على النومي وعلى هيك على السهر شوي، على شغلات الموبايلات والفيسبوك وشغلات هيك، ما عم بقى ما تفيق كثير، بقى فاضيين. بتعرفي نحن يوميا الساعه 6 فيقتنا 6 الصبح بنشتغل للساعه 4. وذكريات العلاقة هون بين بعض، انتوا عم تشتغلوا مثلا؟ طبعا بتعرفي الشباب يتصلوا مع بعضين وحكايات هيك قديمة. تحكي لنا عن آلية الشغل شوي، كيف بتشتغلوا انتوا؟ نحن بنقطف التفاح بشكل سلس، يعني بحيث انه ما تعلم الاصبع بالتفاحة، بنحطها بها العبوات هذه، بيجي وسائل النقل بينقلوها على البرادات، في بالبرادات طبعا عمال يقوموا بفرز المحصول اول ثاني ثالث ممتاز، وبيعبوا بعبوات وبيحطوا بالبراد لموسم الشتاء، بينزلوا على السوق مشان يكونوا يبيعوا المحصول. يعطيك الف عافيه. يعطيك الف عافيه. طبعا هون ورشه متكامله لقطف التفاح، طبعا يعطيهم الف عافيه. لنشوف اذا فينا ناخذ شي لقاء من حدا ثاني، بس كلهم عم يشتغلوا يعني. طبعا رح نشوف نحن هون عامل ثاني عم يشتغل. يعطيك الف عافيه. تقيل ما؟ اكيد ما هو سهل. ما هو خفيف. تحكي لنا عن جني التفاح، تفضل حطه قبل ما تتعب اكثر من هيك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. احكي لنا عن التفاح، عن جني المحصول التفاح، التعب الصعوبات، بس خذ نفس بالاول. ما هو سهل، في صعوبه كثير كمان مثل بعض الاشجار الكبيره. عم تلاحظي اذا من عملاق صعوبه كثير بالصعود على، يعني عرفتي كيف؟ بس ما في طريقة تانية، شفناك نحن بالشجرة، يمكن أخذك زميل بشار بالكاميرا. أكيد ما في طريقة تانية، بس في صعوبة منيح. يمكن في متعة الواحد يقطف من الشجرة يعني وهيك، ولا؟ أكيد. هلا نحن كأبناء منطقة متعايشين مع الأرض مع الشجرة من لما كنا صغار، فبتحسي في متعة بقطفة، في متعة بشغلة، في متعة بجنية بكل شيء، بس بالنهاية صعوبتها لحالها يعني. أكيد. يعطيك ألف عافية. من أي ساعة فايق اليوم؟ من الساعة 6. ومن هلا من وقتها لهلا عم تشتغلوا؟ ايه، وهلا على الساعة 4 لبين ما نوصل يعني على العتمة. الله يعطيك العافية. هلا انتم بتقطفوا بعدين بتحطوا بهدول الصناديق؟ ايه طبعا. وبعدين هاي الابواب بعدين على التبريد، ومن هونيك بقى كل نوع لحال، كل اي شغلة بقى للتاجر بنزل على السوق. يلا يعطيك الف عافية، وان شاء الله موفقين يعني، وان شاء الله يكون المحصول هالسنة منيح والسنة الجاي احسن ان شاء الله تعالى. اهلا وسهلا فيك. ان شاء الله يمكن بدها مطر لحتى يصير المحصول احسن. اكيد طبعا، حتى في قلة المطر في نوع من الغبرة الوسخ بالشجر كثير، وهذا نوعه مثل ما ذكر صاحب هيدا انه مبعلي، يمكن بده مطر. اي طبعا طبعا، فعم نعاني كثير كمان من صعوبة التنفس، هذا بتأثر علينا التنفس، خاصة نحن مثل ما بقول لك وضع خاص يعني. بتأثر إذا كان غبر عليه. طبعا طبعا بتطلع بيأثر حتى على التنفس. عمو طبعا على التنفس كثير بيأثر، كثير بيأثر حتى طلع.
يلا يعطيكم الف عافيه وموفقين ان شاء الله. هلا يعطيك العافية. طبعا هيك كنا بجولة ضمن حقل هيدا بستان التفاح لحتى نتعرف أكثر على طريقة الاهتمام يمكن بالتفاح وطريقة جني المحصول. إن شاء الله يكون المحصول هيدا السنة وفير، والسنة الجاي أكيد بيكون أحسن، بلكي السنة بيكون صار مطر أكثر مثل ما شفنا كانت عندهم صعوبات عديدة بأنه يمكن السنة الماضية ما كان في برد، وهنن هون التفاح لازم يكون مثل ما حكى أنه 800 ساعة أو 700 ساعة برد، وللأسف ما صار مطر السنة الماضية، وفي أكيد صعوبات مثل مازوت وأجور نقل وغيرها. طبعا هذه المشاكل اللي عم بيعاني منها يمكن كل المزارعين بسوريا بسبب الظرف اللي نحن عم نمر فيه. أكيد هلأ بدي ما ضل غير أرجع لعند زملائنا بالاستوديو. شكرا لإلك علا، أكيد بنتمنى الرزق للجميع ويكون موسم خير على الكل، ويكون في اهتمام أكثر بهيدي الشجرة وهيدي الفاكهة، فاكهة التفاح. أكيد مشاهدينا لهم كن وصلنا لختام حلقتنا لليوم. بدي أشكر زملائي اللي كانوا موجودين معي بهيدي الحلقة، زينة ياسين، همام زريقة، وعلا أحمد. وشكر الأكبر لكم مشاهدينا للمتابعة. لاقونا الأسبوع القادم بحلقة جديدة. إلى اللقاء.